أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: نرجو منكم تفسير قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، إلى آخر الآية، ما المقصود بالرداء والجلباب؟ ما هو الرداء والجلباب؟ الجلباب الذي يلبس على عموم البدن، الجلال. الجلباب هو الجلال الكبير أو الملاءة، هذا هو الجلباب. وهو الرداء أيضا، يسمى رداء، يسمى جلباب، يسمى عباءة، كل سواء، يسمى جلال، صب فيه المرأة على وجهها وجسمها عندما تخرج إلى الرجال الأجانب. وبقية السؤال تطلب تفسير قول الله تعالى: والقواعد من النساء. القواعد من النساء رخص لهن أن يخففن من ملابسهن إذا احتجنا إلى ذلك، التي لا يرجون نكاحا ولا يرغب فيهن، ما يرغب فيهن الرجال لكبرهن، وهن أيضا ما يرغبن الزواج لكبرهن، يضعن ثيابهن، يعني يخففن من ثيابهن، وأن يستعففن خير لهن. قولهن أيضا يحتشمن ويحتجبن حجاب كامل، هذا خير لهن.